رسميا مجلس الدولة والنيابة الإدارية يطبقان تعديلات قانون الهيئات القضائية وبيرسلان الترشيحات للرئاسة. 13 مايو عقد الجمعية العمومية لمجلس الدولة لاختيار الترشيحات، والإدارية العليا بترسل أسماء 3 مرشحين للرئاسة. والسؤال، هل يزدى الستار على الأزمة أم أن هناك فصول أخرى بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية واللي بتمنح رئيس الجمهورية الحق والأول مرة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية؟ عندنا تقرير في هذا الموضوع، وهنرجع طبعا نتحاور مع أطراف هذا الموضوع اللي يعني أثار بعض الجدل في الأوساط القضائية في مصر، بعد ما نتابع هذا التقرير لمراسلنا محمد حكيم. فتيل الأزمة بين السلطة القضائية والتنفيذية يبدو أنه اشتعل بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً، والذي يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبرته جماعة القضاء انتقاصاً من استقلاليتها، فرفضت القانون ودعت أندية القضاء لجمعيات عمومية طارئة. المتابعون لتداعيات القانون الجديد يؤكدون أنه يعيد للأذهان الأزمة التاريخية بين القضاء والسلطة التنفيذية، والتي بدأت عام 1954 عندما أصدر جمال عبد الناصر الذي كان رئيسا للوزراء في عهد محمد نجيب قرارا بحل مجلس الدولة وإعادة تشكيله على أساس قانون جديد، كرد فعل لإلغاء رئيس مجلس الدولة آنذاك الدكتور عبد الرازق السنهوري لبعض القرارات الحكومية، لتستمر بعد ذلك الأزمة بعد وصول عبد الناصر إلى سدة الحكم، وليصدر عام 1969 قانوناً بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، بما أسفر عن عزل أكثر من 200 قاضي. هذا الصراع بين السلطة القضائية والتنفيذية استمر دائراً في عهد الرئيس السادات، حتى حقق القضاء مكسباً كبيراً في عام 1979 بصدور قانون المحكمة الدستورية العليا، كما حصن قرارات المحكمة الدستورية ضد أي طعن، ليتجدد الصراع في عهد مبارك ويصل أشده عام 2005 عندما تكون تيار استقلال القضاء، وأصدر 2 من أعضائه هما محمود مكي وهشام البسطويسي تصريحات صحفية تتهم السلطة التنفيذية بتزوير انتخابات 2005 التشريعية، ليتم تحويل المستشارين إلى مجلس تأديبي، وليقر مجلس الشعب قانون سلطة قضائية جديد يخضع تبعية لوزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية، وليصدر مجلس الشعب بعد ذلك في عام 2007 تعديلات دستورية جديدة تقلص الإشراف القضائي على الانتخابات. أما ذروة الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فقد وقعت في عهد الإخوان، عندما رفض القضاء قرار الرئيس مرسي بإعادة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات، لتقرر الدستورية وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. واليوم يبقى السؤال مطروحا، هل تنجح السلطة التنفيذية في احتواء أزمتها مع القضاء، أم تعود الأزمة التاريخية للاشتعال من جديد؟ طيب، لمزيد من الحوار حول هذا الموضوع وحول ردود فعل الهيئات القضائية بشأن تصديق الرئيس على هذا التعديل التشريعي، معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة. سعادة المستشار مساء الخير، وشكرا على المشاركة في برنامج 90 دقيقة. أهلا بحضرتك. أهلا أهلا سيادة المستشار. أنا الحقيقة بحاول أن أنا أتحاور مع يعني أطراف عديدة لإلقاء الضوء على هذا الملف. بالنسبة لحضرتك، هل بتعتبر أن التعديل التشريعي الجديد ده والموافقة عليه فعلا ونشره في الجريدة الرسمية، هل ده زي ما بعض المنتقدين ذهبوا في اليومين اللي فاتوا أنه بيمس هيبة القضاء، بيمس استقلال القضاء في مصر؟ والله يا فندم، شوف، انا هقول لحضرتك، طبعا هو القانون صدر ويعني انتهى الامر، لكن السؤال اللي حضرتك سالته هو بيمس
الحريات والحقوق من زاوية بعينها في الآخر مرد عند المواطن. بمعنى إيه يا فندم؟ أن استقلال القضاء وحصانة القضاء وشعور المواطن أنه أمام قضاء مستقل يعكس عليه أن حقوقه بخير وأن حرياته بخير. الحقيقة الأمر ابتداء أنه لم يكن هناك مشكلة من الأصل حتى يتدخل مجلس النواب. القضاء قضاء مجلس الدولة والقضاء العادي طريقة اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الدولة كانت معروفة ومحددة ولها آليات محددة ومنضبطة، وكان يتم الترشيح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الدولة، ويتم إرسال الاسم للسيد رئيس الجمهورية يتفضل بإصدار قرار بتعيينه وفقا لمن تأت إليه أغلبية الجمعية العمومية أو مرتأته الجمعية العمومية للمستشارين. الجمعية العمومية في مجلس الدولة لا يحضرها إلا مستشار على الأقل، لدرجة مستشار على الأقل أمضى في هذه الدرجة سنتين. الناس دي لها تعلم كيف تختار رئيسها، والرئيس كان يتم اختياره بأقدم الأعضاء السبعة، يتم اختيار الرئيس وتوافق عليه الجمعية وهذا الترشح يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية. طيب الآلية دي اتغيرت بقى دلوقتي؟ اتغيرت يا فندم. الحقيقة أنا طرحت سؤال على السيد النائب اللي قدم مشروع القانون إلى البرلمان، قلت له يا فندم مين اللي اشتكى لحضرتك وقال لك ان احنا عندنا مشكلة في طريقة تعيين رئيس مجلس الدولة او رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فحضرتك تطوعت اختيارا عشان تحلنا المشكلة. ما كانش فيه مشكلة، انت من انشأت المشكلة بمشروع القانون الذي تقدمت به. الحقيقة اللي انا افهمه ان مجلس النواب يتدخل لما عندي مشكلة كبيرة فيتدخل المجلس تحلها. طب يعني انت كان عندك مشكلة الضرائب ومشكلة قوانين أخرى كثيرة، مشكلة قانون العدالة، مشكلة قانون الكنائس، مشكلة القانون الموحد، مشكلة قانون البناء، طب ما الذي جعلك تترك هذه القوانين؟ لو رجعت معاك يا أستاذ معتز الدمرداش، النصوص الدستور التي توجب إصدار قوانين تنفيذا لما ورد في الدستور سنجد أن هناك ما يقرب من 50 تشريع يستوجب تدخل عاجل من البرلمان. طب المهم هو قال لك ايه؟ يعني حضرتك قلت له انت ايه اللي خلاك يعني تخش في المنطقه دي وهي يعني منطقه على حسب تعبير حضرتك تعتبر مستقره؟ هو رد قال ايه؟ الحقيقه كان الرد عجيب يا استاذ معتز، وهو الرد الموثق في برنامج تلفزيوني. رد قال لي، بقول له مين اشتكى يا فندم لحضرتك؟ قال لي الدستور اشتكى لي. الدستور اشتكى لي. بس ده رد غريب جدا، يعني رد مجازي. لو عايز اقول لحضرتك في برنامج ايه تقدر ترجع اليه وتسمعه عبر اليوتيوب. لا ما احنا مصدقين، احنا مصدقين. هو الفكره في ايه؟ الفكره، نعم. الفكره يا فندم ان احنا حابين نتعرف على يعني تبعات الموضوع، يعني هل قضاة مصر او من يعمل في الهيئات القضائيه هيبقى ليهم رد فعل، ولا زي ما حضرتك بدات معايا هذا الحوار قلت لي الامر اصبح امر واقع والامر انتهى وخلاص؟ في رد فعل له اسبابه يا استاذ معتز. الحقيقه البرلمان اصدر القانون، رئيس الجمهوريه استخدم سلطاته الدستوريه وصدق على القانون، يتبقى الطرف الثالث وهو السلطه القضائيه. طيب يطرح سؤال اخر، ما السبب الذي يؤدي الى اعتراض اعضاء السلطه القضائيه؟ الاعتراض مرجعه الى اسباب عديده. اولا في مساس بالاستقلال، وفي مساس بعشر نصوص دستوريه موجوده داخل الدستور ما فيش ما يدعو ان انا اقول لحضرتك عليهم لان انتهى الامر. ثانيا طب ايه اللي هيخلي الامر يصل الى التبعات؟ والتبعات دي ايه؟ التبعات دي هي اذا وجد من ادير من هذا القانون يحق له ان يطعن عليه. ازاي يا فندم؟ وفقا للقانون الجديد انت بتقول لازم الجمعيه العموميه ترشح ثلاثه من السبعه الاقدم. وتبعت الثلاثة إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يحق له يختار من الثلاثة ولا يشترط أن يكون الأقدم. ممكن يختار رقم ثلاثة يعمله رئيس على اللي قبليه وعلى اللي قبليه. وده في العرف القضائي يا أستاذ عمرو مسألة صعبة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنك حولت المرؤوس إلى رئيس. وحولت الرئيس إلى مرؤوس. أنا هل من المنطق والجائز اكون عضو انا رئيس المحكمه وحضرتك جنبي عضو اليمين، السنه اللي بعدها تتبدل الكراسي وتجلس انت رئيس المحكمه وانا عضو الشمال علشان السلطه التنفيذيه اختارتك؟ ما هو المشكله يا سياده المستشار محمود زكي انه دلوقتي في المجتمعات الديمقراطيه في اليات معينه لسن القوانين ولادخال التعديلات التشريعيه على قوانين موجوده بالفعل، وهذا
يعني بعيدا عن طبعا التبعات اللي حضرتك بتتكلم عنها، وانا اتوقع انه لسه طبعا لسه في جمعية عمومية لنادي القضاء، وهي يعني هنشوف هيخرجوا بايه لمجلس الدولة او لمجلس الدولة. نعم. تعديلات تشريعية قدمت الى مجلس النواب، ومجلس النواب وافق عليها بالاغلبية المطلوبة، وحولت الى رئيس الجمهورية للتصديق عليها وفقا لآليات محددها الدستور كآليات. نعم. تعديل القوانين، يعني ده اللي اقصده. ونشر في الجريدة الرسمية والرئيس إذن دلوقتي يعني من الناحية العملية قانون الهيئات القضائية الجديد هو اللي موجود وهو اللي لازم يبقى ملزم لكل الهيئات القضائية، ولا أنا غلطان؟ حضرتك بتتكلم بمنطق قانوني سليم. القانون ساري ونافذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر يوم الخميس الماضي. صحيح. هو نافذ من يوم الجمعة أمس. طيب. نافذ. ولكن يا فندم انا الحقيقه وانا قلت الكلام ده لمقدم التشريع، قلت له انت ممكن حضرتك تضع السيد رئيس الجمهوريه في حرج شديد. ازاي؟ قلت له هد ان افترض ان سبعه منهم اعتذروا، السته التاليين لاقدم واحد اعتذروا. رئيس الجمهوريه لن يجد امامه الا واحد فقط اللي هو الاقدم. فانت ليه تتصرف تقدم مشروع قانون ممكن يؤدي الى وضع حرج للسيد رئيس الجمهوريه؟ لو الست اعتذروا يبقى ما فيش غير واحد، ما فيش ثلاثه، فهو هيصدق على الواحد. تخيل حضرتك رد قال لي ممكن نجيب من السبعه اللي بعدهم. قلت له لا يا فندم، النص ما بيسمحش بكده. النص بيقول من السبعه الاقدم، انما من السبعه اللي بعدهم دي من عند مين؟ النموذج الامثل للخروج من هذا الموضوع في رايك يا فندم؟ النموذج الامثل للخروج من هذا الموضوع يتوقف على امرين. الامر الاول، ما ستراه الجمعية العمومية للمستشارين التي ستنعقد في موعدها المحدد. اظن ان لم تخني الذاكرة ان الموعد المحدد لجمعية قضاة مجلس الدولة 13/5 السبت البعد القادم. ايوه فندم صح، ده نفس الميعاد اللي عندي. نعم نفس الميعاد اللي عندي 13 مايو. وكذلك الامر بالنسبة للجمعية العمومية للمجلس الاعلى للقضاء، للقضاء القضاء العادي. دي اول امر، هي التي تقرر، هي صاحبة القرار وصاحبة الامر فيما تراه. اما كيف يصل الامر الى المحكمة الدستورية العليا؟ الحقيقة كل بيقول ممكن يطعن امام الدستورية العليا، لكن محدش قال ازاي. اقول لحضرتك ازاي، وده يعني اظن اول مرة يقال هذا الامر. تتفضل. اذا حدث وان رئيس الجمهورية اختار رقم 2 وترك الاول في الاقدمية. يبقى هنا في ضرر اصاب الاول في الاقدمية. في هذه الحالة يحق له ان يطعن على القرار الصادر بتعيين من هو دونه في الأقدمية، من هو أقل منه في الأقدمية. بيطعن أمام القضاء في هذا القضاء المختص في هذا القرار، ثم يدفع بعدم دستورية القانون الذي استند إليه رئيس الجمهورية في إصدار القرار، والمحكمة إذا ارتأت جدية دفعه بتعطيله مهلة 90 يوما لعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا. بل إني محكمة الموضوع اللي يطعن أمامها على القرار يجوز من تلقاء نفسها إذا هي رأت إن النص فيه شبهة عوار دستوري وبدون دفع أمامها أن تقوم من تلقاء نفسها بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وفي هذه الحالة بيعلق النزاع الأصلي اللي معروض بالطعن على قرار رئيس الجمهورية، يعلق أمام محكمة الموضوع، يعلق إلى أن تفصل الدستورية. إذا انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية القانون، النص اللي بيحدد طريقة اختيار رئيس الهيئة القضائية او الجهة القضائية، يبقى في هذه الحالة قرار رئيس الجمهورية بيتم الغائه اعمالا وتنفيذا لحكم الدستورية العليا. اذا ارتأت المحكمة الدستورية العليا ان النص لا يشوب عوار دستوري، وانه نص لا يوجد فيه عيب دستوري، سواء من ناحية الشكل وهو طريقة التصويت اللي اعلن 35 نائب ان هم تم التصويت بشكل مغاير وفقا لما صدر عن مجلس النواب واعضاء من مجلس النواب، سواء من ناحية الشكل او من ناحية الموضوع. من ناحية الموضوع وهو ايه؟ هل هذا النص اللي اصدره السيد رئيس الجمهورية يمس بجوهر استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور؟ اذا رأت الدستورية العليا، المحكمة الدستورية العليا، انه يمس بجوهر الاستقلال، ستقضي بعدم دستوريته. تمام. ان لم يرتأى لها ذلك سترفض الطعن بعدم الدستورية. هذا هو السيناريو الذي من المتوقع ان يحدث لهذا الامر المعروض امام حضرتك. وده كلام مهم جدا وبشكر حضرتك عليه. وبشكر حضرتك على المشاركة في هذا الحوار، المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة. ما فيش شك انه
القضاء، قضاة مصر معنيون جدا جدا. الحقيقة يعني المجتمع المصري لازم يبقى معني يعني ملف زي ده، لانه ملمس مع امور كثيرة جدا، من اهمها من وجهة نظري المتواضعة مسألة الفصل ما بين السلطات، وهي سمة من سمات الدول او المجتمعات الديمقراطية. تعالوا نتعرف على مزيد من الرؤى ووجهات النظر في هذا الموضوع. معايا على الهاتف مباشرة المستشار عبد العزيز ابو عيانة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم، والف شكر على وقت حضرتك النهاردة. الو، مساء الخير سيادة المستشار. مفيش. المستشار عبد العزيز ابو عيانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريتك تسمعني من التليفون علشان التلفزيون صوته عالي شوية، معلش. واضح ان في اتصال كده او خلل في الاتصال من عنده، لانه صوت التلفزيون محتاج يوطى شوية. هل خلاص الموضوع بقى تمام؟ حضرتك سامعني يا فندم؟ هيبقى معانا. طيب، هو الفكرة كلها في انه المستشار محمود زكي قال كلام مهم جدا، وربما المحكمة الدستورية العليا تحسم الأمر فيما بعد. دلوقتي المسألة خلاص أصبحت منتهية، لأن أنت عندك تعديل تشريعي، والتعديل التشريعي يعني راح وفقا لآليات الدستور راح لرئيس الدولة، رئيس الدولة صدق على التعديل، التعديل نشر في الجريدة الرسمية، ثم يعني اعتمد كتعديل تشريعي فعلا، وتم العمل به يعني فعليا منذ أمس الجمعة. وفي يعني هيئات قضائية فعلا أعلنت عن ترشيحاتها وفقا للتعديل التشريعي الجديد، زي مثلا هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. رجع لنا تاني ضيفي على الهواء مباشرة، المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية. سيادة المستشار مساء الخير. مساء الخير يا فندم. طب كويس دلوقتي الاتصال يعني أفضل بكتير. أنا بشكر حضرتك على وقتك النهاردة، ويعني مفيش شك إن الموضوع ده يعني يمس مجتمع القضاة برمته زي ما بيقولوا، وأحب أعرف موقف حضرتك من هذا التعديل التشريعي ودخوله بالفعل حيز التنفيذ. والله انا بالرغم ان احنا معترضين جدا على التعديل، كويس، اللي ما كانش له اي لازمه في هذا التوقيت بالذات، المرحله حرجه اللي بتمر بها مصر، في حاجات اولى من تعديل قانون السلطه القضائيه، زي احنا في مجلس، انا باعتبار رئيس المجلس الاستشاري لنوادي القضاه كلها، احنا انتهينا قبل كده مرتين لان مفيش اولويه لتعديل قانون السلطه القضائيه، ممكن يبقى السنه الجايه السنه اللي بعدها. اللي يهم الشارع المصري والمواطن المصري والمجتمع المصري هو سرعه الفصل في القضايا. تعديل قانون الاجراءات الجنائيه بالكامل، تعديل قانون المرافعات بالكامل، تعديل قانون العقوبات، ده اللي كان يهم المجتمع المصري، مش تعديل قانون السلطه القضائيه معني بيه 3-4000 واحد على مستوى الجمهوريه. مش حد. وما كانش فيه مشاكل يعني في الفتره دي، ما فيش اي مشاكل. طب حضرتك بتقول رغم اعتراضنا، ولا يعني ده فعل الشرط، جواب الشرط بقى صدر. صدر الا انه صدر. قانون قد صدر. طب تمام، اول ناس بتحترم القانون مين؟ رجال القضاء. تمام، فالقضاء خلاص. بالنسبه لنا ده قانون صدر، هنحترموه وهننفذوه، لكن ده مش هيقفل الطريق قدامنا. احنا هنطعن عليه بعدم الدستوريه، وفي نفس الوقت هنتقدم بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون السلطه القضائيه. ده تعديل اخر بقى. تعديل اخر، لان احنا لنا رؤيه اخرى تماما عن الرؤيه اللي تعدلت، وعن تشكيل مجلس القضاء نفسه وكل حاجه. احنا كنا محضرين قانون كامل. بس احنا ما كناش مدين له الاولويه، لان احنا المجتمع محتاج لسرعه الفصل في القضايا دلوقتي، مش للحاجات اللي ايه بعتبرها اعتبرها كماليه. ده لحضرتك يعني كان ممكن نقعد عليها سنه واثنين وثلاثه من غير تعديل. تتوقع اي مشاكل، تتوقع يحصل ايه في الجمعيه العموميه
لمجلس الدوله. والله انا بالنسبه للجمعيه العموميه ده نادي القضاه هو مصر هو اللي داعي لها. نمره اتنين احنا عندنا مجلس استشاري باعتبار رئيس المجلس التشاري للنوادي القضاه كلها، عندنا اجتماع يوم الاثنين بالقاهره الساعه 1 الظهر في النادي النهري. هنتداول وما ننتهي اليه التداول سيكون محل قرارات بالنسبه لنا. لكن انا اعتقد ان الهيئات هتلتزم بالقانون، هتبعت الاسماء لرئيس الدوله يختار الى ان يتم التعديل في قانون كامل للسلطه القضائيه، وفي نفس الوقت يتم الطعن على المضار من المضار من تطبيق هذا القانون امام المحكمه، والمحكمه الدستوريه تفصل في هذا النزاع سواء شكلا او موضوعا، لان هو شكلا واضح جدا ان في عدم دستوريه اللي هو التصويت. غدر حضرتك ما هو ده كلام، ما فيش ما يدل على ان اللي صوتهم ثلثي الاعضاء. يعني ما حدش يقدر يجزم بيها، كان لابد ان يكون بالنزاع بالاسم او التصويت الالكتروني. يعني حضرتك سيادة المستشار عايز تقول انه يعني رغم ان في اعتراض من وجهة نظر قضاة مصر على هذا التعديل التشريعي، انما انتوا هتحترموا الموضوع باعتباره انه هو خلاص اصبح واقع واصبح مطبق، وانه يعني انتوا مش عايزين تتجهوا لتصعيد ازمة ما بين مؤسسة القضاء وما بين مؤسسة الرئاسة. القضاء هم جزء من شعب مصر، واحنا عارفين البلاد بتمر بظروف صعبة. يعني احنا اول ناس واقفين مع القيادة السياسية للنهوض بالبلد واخراجها من عنق الزجاجة. فازاي هنبقى احنا عقبة؟ لا لا لا، ده مش هيحصل ابدا. يعني تمام، ده كلام مهم جدا حضرتك بتقوله الحقيقة، واحنا نتابع معاك بقى ان شاء الله في اجتماع يوم الاثنين الجاي، وكل التمنيات بالتوفيق يا فندم لقضاة مصر. طبعا الف الف شكر للمستشار عبد العزيز ابو عيانة رئيس نادي قضاة الاسكندرية. هقفل الملف ده